الناس ما شاء الله، الله ما شاء الله فيها صوالح بزاف شابين، بصح معيشة شوية غالية. مرة تجي لتونس؟ مرة تجي؟ والله مس... أول مرة تجي؟ دوزيام، دوزيام فوا. شنو حاجة تعجبك فيها؟ البحر، حاجة شابة، ميم التحواس فيها، العباد الله يبارك يعرفوا يهضروا مثقفين ما شاء الله. حاجة شابة. لي جون برشا يجيو من الجزائر لتونس هذول، معناها كل الفئات، أما من بينهم لي جون. ايه من بينهم لي جون بزاف يجوا يجوا لهنا لتونس. نحكيو على العلاقة التونسية الجزائرية، علاقات معناها قديمة برشا وما شاء الله. خاوة خاوة دائما خاوة خاوة. ما شاء الله. أنت بقى فيك سبورتيف في نفس الوقت حسب ما نشوف. ماشي سبورتيف. كنت سبورتيف ومن بعد حبس. علاش؟ حبس باسكو الخدمة تاعي ما تسمحليش ندير. وين كنت تحكي لي وين كنت تعمل؟ كنت في ألجي. نخدم قلت كنت سبورتيف. مسكيلاسيون. مسكيلاسيون. بطلتها. خدمتي نخدم كوافير كيما تقولوا انتم حجام. سما نخدم حتى اللي كاع ما يكفينيش الوقت باش ندير سبور. هذه قال كوف نورمال كوف عادي. هذه احنا نقولها طوريس في الجزائر. طوريس. على الجوار هذاك الاسباني. الجوار تاع اسبانيا. في تونس قلت مشيت برشا بقايا، احكي لي على لاكوي في الوتلة، احكي لي على الماكلة شنو؟ لا الماكلة عندكم بنينة سورتو تشاباتي، هذه يقولها تشاباتي بنينة بزاف. بنينة بزاف تشاباتي هذه. والبلايص اللي رحت لهم كاع شابين. يا شابين وما شاء الله عجبني الحال. فما فرق بين الماكله نتاعكم والماكله نتاعنا؟ كاين شويه فرق. انتم عندكم الحار بزاف. الماكله نتاعكم حاره بزاف. احنا لا لا احنا شويه شويه. ماشي بزاف. بصح انتم حاره بزاف. متزوج انت؟ لا مش متزوج. قريب ان شاء الله. يحكي قريب واحده تونسيه ولا جزائريه؟ مدابية واحده تونسيه. علاش؟ هيا قول لي علاش. باسكو التونسيات حلوات برشا. ايه توسيت حلوات تزيريات شويه تشرطوا بزاف. تشرطوا ماشي في الفلوس، مي تشرطوا شغل في الخرجه والدخله بزاف. وحناك تعرف نحبوش الصوالح. وتوانسه توانسه بيان تفهمك، تقولها ما كاش خرجت دخله تفهم. تزيريه ما تفهمش بزاف. توا الواحد باش يتزوج في الجزائر يذول يزمو برشا، يزمو يتكلف برشا فلوس. ايه تقاملك، تقاملك برشا فلوس. صادي بو بالك واحد المئة 100 مليون بدراهم هناك على سي كومبلي. 100 مليون بدراهم هنا على سي كومبلي قام لك هكا. معناها يلزم برشا امكانيات. لازم لك برشا امكانيات، وفي الجزائر لازم لك سكنه باش تزوج، لازم لك دار وحدك باش تزوج. باسكو دار وحدك علاه؟ دار وحدك باسكو المراه الجزائريه قليل اللي تسكن مع والديك، تقول لك داري وحدي. فاهم؟ حتى كان تبني الفوق، تبني فوق دارك فوق شويه. كي تبني الفوق طاش تاعك وحدك شويه، بصح كي تكون مع والديك لتحت ممنوع. تقول لك لا لا، تقول لك المشاكل بزاف. وصير مشاكل بين الزواج كي تكون ساكنه المراه واليم واليمه زعما يماك، هذه هي ما بين المراه والعجوزه تاعها. مشاكل يجوجوا المشاكل، تقول لك نسكن وحدي باش نيفيتي المشاكل. هذه هي التقاليد في العروسات. انتم كيفاش الراجل باش يعرس؟ شنو المراحل العرس؟ كيفاش الحنه؟ احكي لنا التفاصيل. نورمال عادي بالك كيما توما هنا يدير حنه وبعديك يريح. فيها فلوس؟ فيها رمو؟ فيها فلوس. ايه فيها فلوس شويه. صحابك زعما يعاونوك، صحابك يحطوا لك دراهم كذا، مي وبعديك تضرب واحد 5 مواكك ومن بعد تتزوج تديها. شغل تروبوزي واحد 5 موا مور الحنه تاعك باش تدي المراه تاعك. معناها الحنه ما تبقى 5 موا باش تعرس؟ هكا كيما تحب انت، تحب 5 موا، تحب اناني واناني شغل هكا. وشنو التقاليد الاخرى في العرس زي ما تتوفر في الجزائر باش واحد يعرس؟ بخلاف الدار وبخلاف ما كاينش بزاف صوالح، يسمى نورمال عادي. شغل مراه تعرفها تحبها تروح تخطبها ولا كذا وتزوج بها والسلام عليكم. ما كاينش شغل زعما صوالح بزاف. شنو الخصائص ولا الصفات اللي زعما تكون متوفره في المراه باش انت تاخذها مثلا؟ باينه بيه تكون حجاب. حجاب عاقله تصلي. هذه هي شغل الصوالح اللي نحبوهم احنا في المراه. نحكيو على الحجاب ونحكيو على الاخلاق. فما اخلاق مزيد، فما اخلاق في البلدان العربيه في ولا نقصت شويه ولا الانترنت اثرت؟ الانترنت اثرت بزاف الاخلاق، سورتو تيك توك هذا وصولا اثر بزاف الاخلاق تاع البنات. ايه ولاو بزاف ولاو بزاف يعروا رواحهم بزاف صوالح، سما اثرت فيهم بزاف هذه الصوالح. انت مثلا والديك هما باش يختاروا لك وانت اخترت؟ لا والدي يعطوني حريه ليا. كيما تحب انت. انا والدي نورمال قالوا لي اللي تحبها نجيبوها لك. هذه هي شغل والدي نورمال. اصحابي فما
فما ولايات في الجزائر اللي تكلفة العرس أكثر من الولايات الأخرى. وي تلمسان، تلمسان المهر تاعها بالك المهر برك يلحق معاك واحد 100 هكاك مهر وحده بلا بلا عرس. وانت وين تسكن؟ بليدة 09. بليدة أقل شوية؟ أقل شوية بليدة، بليدة المهر واحد 25-30 هكاك 30 مليون 25 ماكسيموم. هذه مية تلمسان غالية بزاف. تلمسان غالية. انت علاش ما تجيش لتونس؟ جربت التران ولا؟ التران جربته رحت به واسمه سيدي بوسعيد. لا التران من جزائر لتونس. التران لا قالوا لي عيان فيه برشا تعب 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 يتعب. لكن هو كونفور. هو كونفور بصح يتعب بزاف. في صوالح عياني، في صوالح شابين وصوالح عيان. النقل بين جزائر وتونس متوفر ما فماش مشكلة. ما فماش مشكل متوفر. احنا نجو بليده الجي، الجي عنابه، عنابه تدخل طاكسي لتونس. كيفاش؟ بليده الجي، الجي كار عنابه، عنابه طاكسي لتونس. هذه احنا نجو ما فماش مشكل. ما فماش مشكل. ما صرتلكش طرايف في الطريق هكا تحكيها لنا مع اصحابك وانت جاي لتونس ولا؟ ما صرالي والو عادي. انت كنت تحسن امورك باش تبقى تخدم في الجزائر ولا تمشي لاوروب ولا كيفاش؟ انا حاب نمشي لاوروب. بسكي المعيشة غلات في الجزائر، ماشي معيشة غلات بسكي شغل تلقى روحك تخدم 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 زعما 40 سنة بصح ما دير والو، بصح في لوروب تخدم كابا بعامين تشعل لك الشمعة فاهم؟ سمي عامين خير من 40 سنة. علاش أخو القائد شو السبب؟ وين؟ السبب اللي يخلي في برشا بلدان عربية تخدم وما تلقاش ما تعملش دار وما... المعيشة، المعيشة غالية، المعيشة غالية، المعيشة غالية بزاف. بزاف ما تنجمش شغل تخدم تصرف على الدار ولا تخدم بتصرف على روحك ولا تخدم باش تبني ولا بزاف. سما دراهمنا طايحين بزاف فهمتني، دراهمنا احنا طايحين بزاف.